سباق رئاسي جديد تستعد له إيران عقب وفاة رئيسها إبراهيم رئيسي قبل أيام. أسماء مرشحة كثيرة تطفو إلى الواجهة، والحديث يزداد كل يوم عن الأشخاص المؤهلين لتولي المنصب. مع اقتراب الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية في 28 من يونيو المقبل، بحسب وكالات إعلام إيرانية، فإن ترشح النائب الأول للرئيس ورئيس السلطة القضائية ورئيس البرلمان ليس محظوراً من الناحية القانونية. لكن من هم الممنوعون من الترشح لرئاسة إيران؟ لا يجوز ترشح أعضاء مجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضواً وأعضاء المجالس الإشرافية التي تشرف مباشرة على الانتخابات، ولا يتمكن المرشح من المشاركة في السباق الانتخابي إلا بعد تمتعه بالمواصفات التي يؤكدها هذا المجلس لاعتبارات دستورية تارة وسياسية تارة أخرى. ومن المقرر أن يبدأ تسجيل المرشحين اعتباراً من 30 من مايو الجاري حتى 3 من يونيو المقبل.